يا هلا ويا مرحبا، معكم الرحال عامر خبراني وأنتم على موعد مع غار المشطبة. أولا ما أدري ليش سموه بهذا الاسم أو سبب التسمية، ولكن كل اللي أعرفه أنه موجود بهذا الاسم في خرائط جوجل. طبعا الطريق الرملي تقريبا 25 كيلو ذهابا و25 كيلو إيابا. الطريق للغار كان سهل في البداية، ولكن يصعب تدريجيا كل ما قربت من الغار. تقريبا النص الأول من الطريق واضح، أما النص الأخير من الطريق فيه اجتهاد كثير وتجربة. وصلت للغار قريب الفجر علشان ألحق شروق الشمس، وأنا طبعا ما أنصح أحد يجي لأول مرة في الليل، ولكن ما كان عندي فرصة حقيقة غير هالوقت، وكان عندي ناس يدرون عن موقعي واتجاهي قبل دخولي للبر، وكان أيضا عندي ماء وأكل يكفي أسابيع. وصلت للغار قريب الفجر. الطريق للمغارة أخذ مني تقريبا ساعة وثلث في الليل، أما بالنسبة للصباح أخذ مني ساعة. الصخرة اللي محفور فيها الغار من الأحجار الرملية أو المسمى باللغة الإنجليزية ساندستون، وهي من أنواع الصخور الرسوبية أو المسمى باللغة الإنجليزية sedimentary rock، سهلة التأثر بعوامل التعرية مثل الأمطار والرياح وغيرها، وهذا سر جمال المنحوتات الطبيعية في المنطقة. مغارة المشطبة أحد أجمل المشاهد الطبيعية اللي زرتها في المنطقة الشمالية. الصخرة هذه عبارة عن تحفة ربانية بديعة صعب توجد شبيه لها. داخل المغارة تسمع صدى صوتك وكأنك في قاعة كبيرة، فلذلك آمل من الله ثم منكم المحافظة عليها كما هي. أسأني وجود بعض المخلفات ووجود بعض كتابات على جدران الغار، فتكفى تكفى شيل مخلفاتك معك وشكراً.